نجمة من الجيل الذهبي، تربت على إيد الأساطير والعمالقة حتى صارت واحدة من عندهم. إبداع سينمائي تلفزيوني ومسرحي لأكثر من 50 سنة. ودخول شجاع كثاني طالبة معهد فنون جميلة بتاريخ العراق، وأول خريجة بكالوريوس فنون جميلة بالتاريخ، الفنانة الكبيرة فوزية الشندي 7 أرواح. أول شيء مرحبا سيد فوزية. أهلا وسهلا. تحبين أقول ست دكتورة أول شيء؟ أولاً أنا مو دكتورة. عندك دكتورة شرفية؟ ها. عندك دكتورة شرفية صحيح؟ أي خالف، بس يعني خلينا فنانين. تحبين الفوزية الإنسانة دائماً والفنانة؟ نعم. لقبك الأساسي تعتبري الفنانة؟ نعم. يعني أكثر لقب تحبيه؟ ست فوزية. ست فوزية. أي. طبعاً أنا اليوم كلش سعيد إنه أنت اليوم وياي، إضافة كبيرة إلي وللبرنامج، فنانة كبيرة وتاريخ عظيم إنه تكونين وياي. جداً أشكرك. وأنا أشكرك جداً، وأنتوا شبابنا الرائع اللي إن شاء الله يبني يعني الصرح الفني على أكتافه بوجودكم إن شاء الله. سيد فوزية، راح نبلش وياك بروح الفنانة. نعم. وراها نكمل بمجموعة أرواح الناس تشوفها بيك، أو يعني بعد هذا التاريخ كلها قدرنا نطلعها عنك. فأول شيء روح الفنانة، أنت من أوائل طالبات الفنون مو صحيح؟ نعم. من أول خريجات فنون جميلة. نعم. ثاني طالبة تعتبرين؟ نعم. الأولى منو كانت؟ كانت أزادو هيسا مويل، وهي يعني صديقتي، وكنا كانت أعمالنا سوية على المسرح حينما كنا طالبات. يعني. زين، أنت تعتبرين ثاني طالبة، شلون جتك هاي الشجاعة؟ بوقت كان شوية منغلق. هي يعني إيش تريد تقول؟ يعني لما الوضع العائلي يتقبل ويحترم رغباتك تستطيع أن تدخل أي فرع يعني تريده من فروع الفن أو العلم أو الأدب أو فكان هنالك تقبل يعني من العائلة، ودخلنا معهد الفنون بس بعد الثالث متوسط. بعد الثالث متوسط. أي 3 سنوات. زين، وقتها كنت متزوجة. نعم. أخذتي الموافقة من الزوج ولا من العائلة؟ والله من زوجي. من الزوج. هو شجعني يعني الحقيقة يعني. وأنا كنت يعني أحب هذا النوع من الفن اللي هو التمثيل، يعني من الطفولة تشجيع المعلمات عندنا في المدرسة الابتدائية، وفي ذاك الزمان كان يعني كان الوضع لطيف يعني علاقة المعلم بالطالب يعني، وهي ينمون عندك ويشجعوك يحترمون ذاتك وانت طفل يعني. فمن دخلت معهد الفنون الجميلة الحقيقة يعني كنت وتخرجت منه بال64، دخلت بال60 61 61 60 61، فكنت الأولى على معهد الفنون الجميلة بجميع فروعه التشكيلية والموسيقية الأولى. والنحت والمسرح الأولى كنت. الأولى بالسيدات لو بالاثنين؟ لا الأولى بال لا الأولى كدرجة يعني. نعم. قصدي الأولى على بس السيدات لو السيدات ولا لا الطلبة كلهم على الفروع يعني كلها. ففي وقتها الله يرحمه يعني أكيد توفى وزير التربية عندنا في ذلك الزمان. نعم. يسموه إسماعيل العارف، وتاج راس الفنانين كلنا اللي هو الأستاذ حق الشبلي الله يرحمه طبعا. يعني قيمت وكانت هنالك حفلة للطلاب التخرج، كان اكو تريديشن تقليد انه من يتخرجون طلاب معهد الفنون الجميلة ياخذون الاوائل ويقيموهم، فاهدوا لي مجموعة من الكتب كبيرة جدا الأستاذ حق الشبلي. نعم. ووزير التربية وفي ذاك الزمان، وعندي صور بس الحقيقة يعني موجودة في لندن يعني ما وصورة مني ما طلبتها أيضا. أي نعم. زين، يعني هذا شجعني أن أدخل إلى المعهد العالي للفنون المسرحية كوني أولى على معهد الفنون جميلة طبعا، ودخلت وحصلت على البكالوريوس. نعم. وبالبكالوريوس أيضا طلعت الأولى وتشهد. كنت أول وحدة تأخذ بكالوريوس فنون جميلة؟ أي وحدة. اثنين دائما كنت وحيدة في صفي، ماكو فنانات يعني ماكو بنات طالبات يعني. ماكو يعني. وهسه ما شاء الله يعني أشوف الكل يتوسلون
أن يدخلون الفروع بس ما في مجال. تفرحين هذا الشيء فرحك؟ طبعاً يفرح إنه تكون يكون عنصر نسائي. فتحت الطريق للي بعدك؟ والله مو أنا اللي فتحت الطريق. شئتي أم أبيتي؟ لا هو الزمن تغير. الزمن. يعني إحنا ما عندنا فضل على أي كان. زين للتاريخ يعني صححي لي إذا أنا غلطان، فترة الستينات هي الفترة اللي بديتي من عندها أنت كممثلة. نعم. بديتي على الساحة فنانة جديدة. نعم. فترة الستينات كان عندنا زينب ممثلة. نعم. أزدوهي ممثلة. طبعا ما حفظ الألقاب، ناهد الرماح ممثلة نجمات. نعم. وأيضا كان عندنا المطربات، يعني مثلا كانت يعني هيفاء حسين كانت تمثل، صحيح؟ كان عندنا عدد من المطربات اللي يمثلون. نعم. دخلتي عليهم جديدة، شلون استقبلوك وانت طالبة يعني متعلمة الفن؟ احنا ما عندنا اقتحامات هاي اللي هسه يعني طلعتي عليهم. اي. ما عندنا هذا الاقتحام. هنالك فرق بين فنان درس الفن المسرحي وأصبح عارفا بكل اللعبة المسرحية وتثقف ثقافة ودرس عن الكتاب المسرحيين ودرس عن المدارس المسرحية، فعندما يخرج يعني إلى الساحة يخرج بثقله الثقافي، ليست هنالك منافسات جانبية. ما حد حاربك أو نافسك؟ لا نحارب بعضنا بعضا، نحب بعضنا البعض، يعني إحنا بالعكس، يعني يعني صديقاتي من الفنانات يعني من نصف قرن وحتى هذه اللحظة أنا متواصلة يعني مثل معهم منهم. مثل السيدة سليمة خضير، السيدة فوزية عارف، ابتسام فريد. ابتسام فريد يوم عندنا مفاجأة للناس بخصوص ابتسام فريد. نعم ابتسام فريد و يعني سهام السبتي، سيدة سهام السبتي، سيدة فاطمة الربيعي، يعني كثير. طبعاً تحياتنا لهم. زين إذا بعد هذا التاريخ يعني أكثر من 50 سنة أنت بالوسط، تحسين قدمتي كل شيء تريدين تقدمي؟ no. ما قدمتي كل لا. شيء؟ أي فنان بالعالم لا يكتفي بأن يعني يقول إن ما عنده سقف، يعني اكتفيت خلص أني قدمت وسويت فضل على نفسي، ولا ما بيها فضل على الآخرين. ثانيا يعني الطاقات الموجودة عند الفنان هي ليست موجودة عند الإنسان العادي، لذلك إحنا لو كان يعني الاحتواء السابق يعني الاحتواء كالسابق موجود لكان الكل يعمل في بودقة صحيح. واحدة. زين صراحة ندوانة على دور معين أديتي بالتاريخ الفني ولا دور؟ أبدا. زين اكو دور تاثرتي بيه ظل وياك عايش، يعني ظليتي هاي لابستك هاي الشخصيه؟ هذا اللي تلبس الشخصيه اكيد مريض نفسيا من الفنانين. حياه متغيره، يعني الحياه متغيره بالثواني وبالدقائق وبعدين لا تنسى زمن التكنولوجيا، شلون تظل عايش بشخصيه واحده تمثلها؟ صح احنا تحسي مبالغ بهذا الوصف؟ لا احنا اي طبعا مبالغ، ما له يعني. زين. مجال من الصح. الناس تقول اليوم وينها فوزية الشندي؟ اكثر من 20 سنة على الغياب، يعني مثلا غياب غير مبرر صار، يعني اكو فنانات هواية غابوا بالفترة الاخيرة لانه ماكو انتاج، انت من 20 سنة اخترتي البعد، ليش؟ لا ما اخترت انا للبعد، وانما يعني نفس مجال للآخرين يبدعون ويكونون إن شاء الله شموع، يعني شموع موقدة ويأخذون الطريق الصحيح. بس الفن ما إلى أحد يأخذ دور أحد، كل واحد إلى مكانه. يعني ظروفك تحتم عليك أنك تغادر، ظروفك تحتم عليك أنك يعني تذهب إلى مكان آخر، يعني لترى رؤية أخرى. انت ايضا رفضتي بعض من الاعمال اللي عرضت عليك في فتره سوريا خصوصا. نعم. يعني 2007 2000 ومن مخرجين كبار. نعم. ليش رفضتي؟ سابقا عندما كنا نقرا النص كانت النصوص تطرح فكرا مرتفعا وتقول جملا مفيده يعني يستفيد منها المشاهد والعمل يشخص الاخطاء ليستفيد منها المشاهد. اليوم هيك الموضوع لو اختلف؟ هو اللي انت مو سالتني سؤال يعني اجاوبك عليه، انه قريت النص من اوله الى اخره، شفت يعني ليس بالقيمه التي يعني تلائم. اي عمل كان صراحه؟ والله اعمال كثيره ما اتذكرها، حتى اسماها ما اتذكر. المخرج
ولا أذكر. ما تتذكري هواية كانت؟ راضي على الساحة اليوم زين؟ لا قلت لك. والله أنا ما عندي فكرة عن الساحة يعني عن الذين يعملون في السينما أو في التلفزيون، ما عندي فكرة لأنه هنا مجيء يصير قصير، فليست يعني عندي فكرة عن أي عمل يسووه. زين ست فوزية، صرحتي إنه بعض الجوائز كانت يعني كانت تكون من حقك، لكن كان يحذف اسمك وتعطى إلى فنانات أخريات، صحيح هذا الشيء؟ إيه والله، بس هي شنو جائزة الفنان تدري شنو؟ شنو؟ مو حديدة ولا نص مليون دولار ولا مليون دولار، ولا وإحنا ما عندنا هكذا جوائز. جائزة الفنان الكبرى هي حب الجمهور إليك. حب الجمهور، هذا هو، هاي جائزته. بس ما يحزنك هذا الموضوع انه كان حقك؟ ابدا ابدا ولا يحزني، بالعكس افرح. لانه لما انت توقف بالشارع ويقول لك ليش مو هي لك هذه الجائزه، لك الجائزه، فاقول جائزتي هذا الرد فعل، هذا الاطراء. نعم. زين اليوم الناس تتهم جيل الرواد بابتعادهم عن الناس يعني الطبقات الشعبية أو الطبقات المتوسطة، ويعني باقين ويا النخبة بس. نعم. فمتهمين بهاي الاتهام إنه أنتوا صرتوا نخبويين فقط، يعني حتى بلقاءاتكم حتى بأماكن تواجدكم صرتوا بعيدين عن الناس مو مثل قبل. شنو رأيك بهاي النظرية؟ أغلب فنانين الرواد. شوف عيني ساري، أولا وآخرا الفنان هو من الناس، إذا أصيب بالغرور على هؤلاء الناس الذين يشاهدونه ويحبونه ويحترمونه فهذا ليس بفنان. يعني هذا الكلام ما أعتقد هو صحيح، وإنما يعني تشوف أكثر فنانين يعني اللي تقول عنهم الرواد أو اللي هم أهل النخبة أو هذه، بالعكس يعني أي أحد يشوفهم هم يرحبون بي ويبتسمون بوجهه ويأخذون صور وياه، ويعني ويزرعون الحب في كل مكان يحلون به. بس هذا اتهامك مردود. طبعا أنا هذا مو اتهامي، أنا أختلف وجهة نظري، لكني أسمع يعني على بعض مقابلاتكم مثلا. نعم. يقولون أنه اليوم أنتوا ابتعدتوا عنا، عفتوا الساحة للناس، يعني حتى الفكر اللي يقدموه يختلف عن فكرة أنتوا تقدموه. أخالف. تعرف ليش؟ لأنه الكم دائما يفرز نوعا. الكم يفرز نوع. هاي جديدة يعني على الذين يعملون الآن في الوسط الفني. بهذا الكم تستطيع أن تلتقط من الشباب ومن الشابات طاقات جميلة وهائلة، هي هذه ممكن تكون البداية لعمل يعني لأعمال قادمة تبشر بالخير. فيعني متفائلة جدا جدا جدا. زين راح أسألك عن مجموعة أرواح هسه مثلا، راح أسألك عن حكينا عن حق الشبلي طبعا، بس راح أسألك عن عفيفة اسكندر. نعم. كان صديقتك؟ هي مو بالمعنى اللي أنت تتصور صديقتي، بس هي كانت في وقتها معجبة ببرنامجنا أين مكاني من الإعراب، فطلبت من السيد أبو سلوى محمد علي كريم رئيس المذيعين ومذيع الملك غازي. نعم. فقالت له أحب أن ألتقي بست فوزية، فطلب مني ذلك، وكنا نقدم برنامج أنا ويا إذاعي. نعم. وقلت له أنا سعيدة جدا أن ألتقي بهذه الفنانة لأنه والدي كان يحب يسمع أغانيها، وكل العراق يحب يسمع أغانيها، فكيف ما يعني. فالحقيقة دعتنا مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، مرة على تمن باقلة، مرة على دولمر. تذكرين؟ هي طباخة رائعة كانت. صحيح. الله يرحمها، وشفافة جدا وذات أصول، ويعني فنانة حقيقية. يعني إذا أنت كنت تتكلم، سألتني مرة قالت لي فوزية شنو يعني وضعك العائلي، قلت والله ابني بالجبهة، كانت تقول لي والله أنا عندي أغنية اسمها يا بالحسن يا علي مترد لي ابني إلي، ودمعت عيونها وقامت تبكي. قلت لها عفيفة لا تقهريني، ترى ابني بالجبهة وأخاف أني هم أخاف علي وهذه.
إنسانة رقيقة شفافة في داخلها بياض. حزنتي على وفاتها؟ جدا، مو بس على وفاتها، على وفاة الفنانين الكثيرين. أكثر فنان حزنتي على وفاته؟ كلهم. وإحنا هسه على الكيو. إحنا معسرة. لا طبعا أنا عبالي. لا إن شاء الله بعد عمر طويل. بعد عمر طويل إن شاء الله. الإنسان يشوف الموت حقيقة واقعة. وهنالك فيلسوف إنجليزي اسمه تي سي إليوت يقول إن الحياة حركة مستمرة نحو الموت. طبعًا. مؤمنة بهذا الشيء. طبعًا. هو صح تحصيل حاصل. اللي ما يؤمن بالموت يعني هو عايش كذبة. إيه فعلًا. صحيح. زين إذا أسألك بكلمة واحدة أفضل ممثل بتاريخ العراق رجل بدون جواب دبلوماسي من وجهة نظر فوزية الشندي. يعني يمكن أقول وبثقة يعني السيد سامي قفطان. هواية قالوا هذا الشيء عنه. أي لأنه هذا الفنان ملتزم ومبدع ومخلص لعمله، ويعني لو لم يكن في العراق لكان هو يساوي مثلا ريتشارد جير أو يعادل مثلا كولين فيرث، لو عادل يعني ذول. طبعا العمر الطويل الفنانة. زين أفضل ممثلة؟ والله هم كلهم فاضلات. قولي لي اسم. ما أقدر واحدة يعني، هم كل واحدة لها لون وطعم ورائحة. أكثر ممثلة تعجبك تمثيلها؟ يعني هذا إحراج بي كبير لأنه كلهم رائعات. ما عندي جواب معين. كلهن رائعات. أفضل مخرج من وجهة نظرك؟ والله الله يرحمه علي الأنصاري. علي الأنصاري حقيقة. زين رح ناخذ فاصل ونرجع على غلطة إذاعية. نعم. كلفتك مكالمة توبيخ. تمام؟ نعم. فاصل ونرجع لكم. نعم. غلطة ببرنامج إذاعي كلفتك مكالمة توبيخ، خلي الناس يشوفون هيك غلطات اللي اليوم ما تحسب. أي. شنو كان يصير من وراها؟ احكينا على هذا الموقف. الحقيقة يعني كان عندنا برنامج آني والمرحوم طعمة التميمي اسمه الشعر وديوان العرب، وهذا نسجله وعلينا مشرف لغوي أبو العلاء، الله ما أعرف الله يذكره بالخير أو الله يرحمه ما أعرف يعني. فقلت في إحدى الجمل قلت يهوى إلى الأرض كسرة المفروض. نعم. فيعني رجعت للبيت وهذه الأستاذ الفاضل الشيخ جلال الحنفي اتصل بي وقال أنا طالب ست فوزية. قلت له تتكلم؟ قال لي يعني لو غيرك أخطأ أنا أقبلها منه بس أنت تخطئين. قلت له شيخنا يعني شنو هو الخطأ اللي خطأته؟ قال لي بدلا من أن تقولي يهوى كان يجب أن تقولي يهوي إلى الأرض. فقلت له وحياة عينك أروح ونعدل الغلطة. وهذا يعني شرف كبير إنه مستمع مثل حضرتك أن ينبهني لهذا الخطأ. وعدلتي؟ إي رحنا طلبنا من المخرج يا بشير جلال الحنفي هالشكل قالوا هذه. قال حاضر. كان هناك التزام في ذاك الوقت. أي. خلق تفهم إصغاء. هذا الإصغاء يصغي يعني نصغي لبعضنا البعض حتى نحل مشكلة. برامجكم وفنكم كان يعلم. نعم. زين هسه عندي فد اتهام. نعم. اتهموا ناس أو فنانات بفترتكم كانوا موجودين بوجود فوزية الشندي بأغلب أعمال فيصل الياسري بعد ارتباطه ببنتها. فبدأوا الناس يحكون مثلا في الأفلام المسلسلات كان دائما اللي يخرجها فيصل الياسري موجودة بها فوزية الشندي. أنا عملت مع الأستاذ فيصل ياسري فيلم الرأس. الرأس فقط. لكن أستاذ فيصل يعني لما كان عنده شركة الديار كلفني بكتابة مسلسل 30 حلقة عن يعني مسلسل ثقافي هذا كتابته. فأنا ما يعني أولا ما محتاجة أعمل ويا زوج بنتي. طبعا أنت اسم يعني
يعني المخرجين يعني العراقيين كانوا لطيفين ويقدرون الفنان وينطوا يعني أدوار كثيرة، يعني الحمد لله يعني عايشين رفاهية وبحبوحة من الأدوار الكثيرة. تمام، ننتقل الروح الإنسانة وهي روح الأهم عندنا اليوم. نترك كل شيء عن الفن ونحكي بفوزية الشندي كإنسانة. أول شيء، تؤمنين بالماورائيات يعني بالأرواح بالجن بهاي الأمور؟ لا. ما صارش قبل موقف ما عرفتي لها تفسير؟ لا ما صارت. لا. زين، يقولون اللي يؤمن بها تصير له، يعني اللي يؤمن بالعفريت يطلع له، سامع بهذا الشيء؟ هذه كلها هواجس، هذه هواجس، والإنسان أحيانا شلون يحب يصنع له طوطم حتى يخدع نفسه به. بس مثلا أغلب الأديان مبنية على الروحانيات، صحيح؟ كلها هذه يعني مثلا الديانات الهندية 450 نوع من الديانة الهندية، هذه ممكن تحصل بها هذه بعض الأمور. أما المسلم الحقيقي والذي يعرف الله والذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، نعم، هذه كلها تعتبر هيك زواج. نعم، تزوجتي مرة واحدة؟ الحمد لله. تعتبري حب العمر كان؟ اي والله. كم سنة أول شيء ظليتوا سوا؟ إلى حد ما توفى في 2007. 2007 يعني سنين طويلة. نعم. إيش قد راح منك بعد ما توفى؟ يعني فقدنا الدفء، يعني وجود رجل رائع في البيت، فقدنا يعني الأولاد، كانوا كنا نتجمع يعني لما يعني إحنا مو مثل الأجانب ويكند، عندنا الويكند مالتنا خميس على جمعة، العائلة العراقية تجتمع مع بعضها، وكان يدعو هو أخوته وعائلته تذكري؟ طبعا جو لطيف جدا كان، ودائما نذكره ودائما يعني نعطي ثواب. جملة أريد الروحة إذا هو دي سمعك اليوم، يعني رحمة الله عليه حقيقة، يعني ما قصر ويانا، وإنسان رائع وساعدني في تربية البنات والأولاد والحمد لله والشكر. زين، سافرتي بالتسعينات صحيح؟ نعم. أو السفرة اللي نقدر نعتبرها بدون رجعة أو بدون استقرار ببغداد، كنت تجين زيارات. نعم. اليوم تعتبرين بغداد هي صارت الغربة بالنسبة لك؟ أبدا، بغداد تعيش في بداخل أرواحنا أولا، وأنا من رحت سافرت بالتسعين إلى حد 2000 كنت أدرس في جامعة اليرموك في إربد. نعم. بعقد لمدة 10 سنوات أدرس الدراما، صوت وإلقاء، سيسيولوجي، تاريخ مسرح، بودي تكنيك، بانتومايم، كل ما يخطر وكل ما موجود من تخصصات المسرح كنت أدرسها، وخرجت أجيال رائعة جدا، هم بعمرك وشوية أكبر، وحبيتهم وكانوا عد عيناك حقيقة، يعني كما أنني درست في أكاديمية الفنون الجميلة طبعاً، وكانوا الطلبة حتى هذه اللحظة أتذكرهم ويتذكرونني. واحد منهم الآن عميد كلية الفنون، أكاديمية الفنون الجميلة. زين ست، ليش سافرتي؟ أقاطعش يعني، لانه انت سافرتي فتره يعني ما كان بيها جدا الوضع الامني مو مستتب مثل هسه. نعم، يعني هي هذه يعني هو الحقيقه خلصت العقد مالتي مع جامعه اليرموك. نعم. وكان يعجبني اروح في زياره لمشاهده مسرح في انجلترا. يعني احنا كنا بين فتره وفتره يعني نسافر. نعم. طاب لي المقام. عجبك المسرح كلش؟ لا، طاب لي المقام في هذا البلد. في لندن. وما تشعر بأشيو فرق بينه وبين بغداد وحتى هذه اللحظة. أنتي اليوم تقولين بأغلب من لقاءاتك إنه قريبة بغداد من لندن. جدا. تحسيها. جدا قريبة، والناس لطيفين. وقلت أبقى في هالش كم شهر، 6 أشهر وهذه أشيو 6 أشهر صار لها. صارت كم سنة؟ 17 سنة. نعم. زين، أنتي فنانة وأم لنجمتين مشهورات. نعم. طبعا 6 هند كامل وهدير كامل. نعم. أول شيء، منو بيهم تشبهك أكثر كفنانة؟ أصور الناس يقولون مو كفنانة، كشكل وصوت. أي. وطباع يمكن. هند بالتمثيل منو تشبهك؟
لا والله كل واحدة لها أسلوبها. ما تشابهون؟ لا يعني هند عندها هذا الاتجاه، هي تشبهني في شيء واحد، الاتجاه الثقافي والصوت والإلقاء والهاي. وهدولة يعني هاي اللي يحبها الشعب كله والناس يحبوها وتمثل كلش حلو تمثل. كممثلة أنا سألتك هذا السؤال قبل بلقاء إذاعي إذا تذكرني سوينا على التليفون من لندن، سألتك منو بيهم تحبين أكثر، قلتي لي كل واحدة إلها نكهتها. طب لكن منو قريب تمثيلها على قلبك أكثر، تأثر بيك أكثر؟ والله عشان اثنينهم يأثرون بي يعني حقيقة، يعني اثنينهم لا اثنينهم يعجبوني يعني مو يأثرون بي بس يعجبوني، لأنه كل واحدة منفصل أدائها عن الثانية. فاليوم عاتبتي واحدة بيهم على دور معين ما عجبك؟ لا أنا لا أتدخل في ذلك، وهم أيضا يعني نفس أسلوبي وطريقتي ما يأخذون الأدوار اللي تأذي يعني سمعتهم كفنانين. نعم. حقيقة يعني راضي على كل مشوارهم الحمد لله. يعني زين بالبيت أنتم ثلاث فنانات، يعني دائما إحنا نسمع على الصراعات بين الفنانات وهيك شيء، فأنتم بالبيت أكو غيرة فنية؟ لا لا صعب تصير غيرة فنية. لا بالعكس، هديل عندها روح نكتة لطيفة جدا يعني أحيانا من نقعد تقلدنا ونضحك وهند من النوع اللطيف جدا وما يعني ما عندنا. ليش تنتشر بعض الشائعات على مشاكل بينك وبينهم دائما، وهو سبب البعد او سبب الهيجي؟ طبعا هاي منتشره شائعات بالوسط، يعني شو يقولون؟ يعني يقولون اكو مشاكل بينها وبين بناتها وهي ما تجي يمهم وهيجي. يا تسمع ايش تردين عليها؟ لا والله ما هذا يعني مو صحيح، لانه يعني احنا دائما متواصلين ما يسألون عني دائما نتخابر، وإذا صار مجال يعني يعني هند يمكن كل شهرين تجيني إلى لندن، إلى لندن. بس هديل لأنه ما عندها يعني جواز يعني تشوف صعوبة، بس إحنا نتخابر ونتواصل زين. أكو شيء ما يعرفون الناس، هو حادث صار لك سنة 80. نعم. ويا الفنانة فوزية حسن. نعم. على طريق المطار، شو تذكرين من هذا الحادث؟ يحصل لكل الناس، يعني ليش تضوج الناس بهذا الخبر؟ لا، أنهم يشوفون كل الجوانب من حياتك مو بس الضحكة. لا هذا لا. الحادث أثر بيك هواية وتأذيتي من عنده. ما يخالف، يعني هذا يصاب أفضل الناس، يعني كندي دا يمشي شو اسمه بشوارع شو اسمه وجت طلقة بقصته وراح. يعني حوادث تحصل للناس كلها، فالواحد ما يظل يعني يعيش بيها يزيحها. تعلمتي من شيء حادث؟ من قربتي من الموت؟ والله استحمدت ربي لأنه ما فقدت عقلي، يعني مثلا هالدرجة كان صعب، ضربة كانت قوية ويعني الحمد لله والشكر خلصت. ضد المتاجرة بالمشاكل، مثل اليوم نشوف على السوشيال ميديا أي واحدة عندها مشكلة ويا الثانية لزمة التليفون حجت فيها، ذيك حجت ردت برنامج مدري شنو، أكو متاجرة بالمشاكل صارت. نعم. ضد هذا الشيء أنت؟ طبعا، لانه الفنان هو يمثل ارقى حاله انسانيه، وعلينا احنا كفنانين اذا كنا كبار في السن او الاجيال الحديثه يجب عليها ان تكون مرتفعه مرتفعه لا متدنيه بعلاقاتها مع الاخرين من الفنانين وحتى من الناس العاديين وحتى مع عوائلهم، والا ينشروا غسيلهم على الحبال ويجعل الناس يتناقلون هذه يعني الإشاعات وهذه. نعم. الأشياء. زين شو وقت آخر مرة بكيتي؟ أنا لن أبكي أبدا، وعندي مسلسل إذاعي كان بديع كان اسمه سوف لن أبكي أبدا. آخر مرة شو وقت؟ والله هذه قبل سنوات بعيدة جدا، عندما عرض فيلم لرجلان في مأزق لألين ديلون والمحامي مالته ما أعرف إيش بواتي، فالمخرج بلغ من الروعة أن يخلي المشاهد يتأثر ويكون مع هذا المظلوم، وأن القوانين يعني صارمة وظالمة لهذه الشخصية، فالسينما كلها المشاهدين كلهم كانوا يبكون، وهذا شاهدناه في سينما غرناطة، يعني رحنا كعائلة شفنا في بغداد. اي نعم، هذا زمان، يعني زمان هذا يا سينما سدت. ايه يعني ايام بغداد في عزها والدتك. نعم الله يرحمها. نعم. من توفت؟ يعني بعد واحد امه تتوفى ما تقول لي شو يسوي، يعني
هذا أكيد لازم تكونين بكيتي. ما أبكي، ليش أبكي يعني؟ ما تعبرين عن الحزن بالبكاء؟ لا أبكي بقلبك يضل. بس يقول الناس اللي هيك يكون حياتهم صعبة لأنه يكبتون دائما، يعني كثير من الناس يدقون ويلطمون وما أعرف شو يسوون وهذه وخدودهم وهذه، هذه كلها ما لها داعي يعني. الموت حقيقة واقعة وكلنا لهذا الطريق، وأنا لا أخاف من الحق. بعد تجربة طويلة وعمر طويل يعني. شلون هالحياة؟ يا لو أنت انطيها منو أنطيها؟ الوردي والفستقي الأخضر الفاتح. حلوة الحياة؟ جدا حلوة. عشتيها بحذافيرها؟ الحمد لله والشكر. زين، اش سويتي ماديا بعد 50 سنة من العمل الفني؟ يعني ماديا من العمل الفني؟ اللي نقول من العمل يعني الفني. الفن ما يوكل خبز حقيقة يعني كنا نشتغل كل حلقة من مكاني من الإعراب، ونجي من الصبح ونطلع الليل ظلمة، وديكورات وإعادات وممثل يغلط وممثل كذا، وهذه كان يعطونا 15 دينار و300 فلس. هاي كانت على وقتكم زينة؟ لا مو زينة، بس احنا اكثر الفنانين هم موظفين، اما يكون بالنشاط المدرسي او يكون معلم او مدرس او استاذ او دكتور، يعني عايش من وظيفته طبعا. وهذا الفن هواية وليس احتراف. احنا لحد الان ما محترفين فن، لانه نفتقد الى النجومية، ما عندنا نجم. اللي نجم يصير نجم لازم عنده طيارة، عنده سائق سيارة، يلبس بدلة كاملة ويسوق. أسوة بالهوليود يعني، مو هوليود، بأسوة حتى بالممثلين السوريين والممثلين المصريين. سيدي يعني هذه مو قضية مضمومة أو شيء. زين، الدنيا بجملة ها بعد تجربتك، الدنيا بجملة واحدة؟ لا، الدنيا جميلة جدا، ولكن عندي شيء أود أن أقوله. أكيد. إذا كان هنالك للعالم حدود فحبي للعراق ليس له حدود، أولا. ثانيا، حفظ الله العراق وحفظ الله الشعب العراقي، وبارك الله بجهود كل من يسعى جاهدا لخدمة هذا الشعب العراقي العظيم. يعني بارك الله بالمخلصين الذين يسعون لإسعاده، لأن هذا الشعب يستحق الاحترام ويستحق كل شيء جميل. وحفظ الله وحفظكم جميعا. إذا كان هذا آخر لقاء لك بعد عمر طويل، هاي الكلمة الأخيرة تقوليها؟ هي هذه بس. شكرا. عجبك اللقاء؟ جدا جدا، وأنت لطيف جدا، وأتمنى من شبابنا أن يكونون ساري حبيبتي. والحمد لله والشكر، عندنا هذه البراعم الجيدة التي ستأخذ بيد الفن إلى الأمام. شكرا جزيلا. وأن لا تكونون مغرورين، وأن تتواضعون، وأن تصغون، وحتى إذا اختلفتم في الآراء فهذه حالة صحية. نورتنا.